اسمعنا الدخان، معكش سيجارة تطن كابونا؟ تكرام بدل السيجارة اتنين. داخلكم منو اللي قاعد على الصخرة هونيك؟ مش ابنكم يوسف؟ مبلح يوسف من زغرته على الصخرة وبالمغارة. واش في يا بونا على الصخرة وبالمغارة؟ قصة الصخرة والمغارة يا بونك الطويل، كمل 13 من عيد السيدي، وبعده مشوار لعند خويل وعلى المحبسي، مشوار على الصخرة ومشوار على المغارة. هاي حياته، كيف رح ينتهي شكل هالصبي الله بيعرف. دخلك اش عاد سمعت يا ابونا عن هالعسكر الزنباطي؟ قال اجت فرقه عبشري اخدت 7-8 وهيك بهالضيع حوالينا. نحن هون خربونا ننطر الموسم الناطره، وبيجوا مثل الجراد بياكلوا الاخضر واليابس. شو بدك تعمل؟ حاكمك وربك، لكن لابد ما يوم يوعى فيها الجبل المقدس ووعيته تهز الدنيا. هلا يا غزالي بدك تقعدي عقلي وتقيلي وترتاحي، لا تروحي على الخربان. انا رايح صلي. عندي فكرة حلوة حلوة، بس مش رح قلك اياها. بالاول بدي شاور اخوالي ما حسيت صحية. بتعرف يا خالي شو بيقولوا عنا نحن الحبسة؟ خوتان. بس كلمة ماربولوس قاطعة مثل السيف، إن الجنون حسب العالم هو حكمة عند الله. خلي العالم وحكمته، نحن نصيبنا الله وحده. كل شيء بالدنيا باطل، الحياة باطلة، الجمال باطل، الملذات باطلة، الله وحده سعادة الإنسان الدائمة. الإنسان العاقل هو اللي ما بيلاقي سراجه فاضي عند ساعة الموت. طلع التأمل عرفي وعيني، بس الله قال قوم تقوم معك. بدنا نكد لنقدر نعيش وندفع كل الضرايب. حاج رايح لي بالاوهام. فيك تقلي شو باك هالمد مغير؟ ليه بتلوجك بالقلب؟ جاي لي من عند اخوالك عم بيوصصوا لك بعقلاتك تتروح
هيدي قضية بقول لك من هلا شيلها من راسك ولا تحلم فيها. مريم بنت مني حكينا لك فيها. حلك بقى شو نار؟ شوف سمعان من جيلك ومن عمرك واليوم عمر. عفايقة بدنا نروح نهنين الليلة. أمك وعمك ناطرينا بالبيت. كفة مرشوقة التوتي والحقنا. رب حسن حياتي فمنك أجزاء. شو يا مريم؟ شايفتك مهمومة وملبكة. بضل دايما هربان. شارد ودايما غايب. ما بقدر شوفه الا صدفة يوم الحد بالكنيسة. شو عملت له؟ كأنه مش ابن عمي. انت عارفة يا بنتي كيف هو عايش. قعد شي عقلبه الكنيسة والحقل. ونحن بحاجة لزنوده. لو منه شو بنعمل؟ صحيح صحيح. قديش قوي. وعنده جرد عالشغل. وقديش شب حاله. شو شوفتك عينيك عم يلمعوا. بالظاهر في شي سر يا بنتي؟ خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا بعد عنا هالغفان. صدقوا يا عذرا دغري وين راحت العنزة؟ اترك كل شيء واتبعني. Thank you.
المجد لله يا معلمة. دايما لله. منين جاي حضرة الشاب؟ من بقع كفرة يا معلمة. اسمي يوسف مخلوف. تعمل معروف تقلي إن كان فيي شوف رئيس الدير؟ أكيد بتقدر. تعا معي. بس حلو تكون جاي تترهب. هاي غيتي يا معلم إن كان الله بيريد. قلت لي جاي من بقع كفرة. هيدي ضيعة قبال بشري مش هيك؟ قبال بشري والأرز يا معلم. هيدي ضيعة بتطلع رهبان ملاح. إن شاء الله بتصير راهب مليح مثلهم يا ابني. إن شاء الله يا معلم. روح ساعد هالراهب يا ابني تيزر بالبراد. ومائة وتسع وثلاثين للخليقة قبل مجيء المسيح بتسعمائة واثنتي عشرة سنة. وإلي لفظة عبرية معناها الرب الإله. صلاته تكون معنا آمين وبارك يا سيد. يوسف مخلوف. شو جاي تطلب يا ابني من رهبنتنا؟ جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. يا ابني حياة الرهبنة صعبة كتير. فيها تعب وسهر وحمل صليب. فيك تتحمل. على الصخرة وبالمغارة. واش في يا ابونا على الصخرة وبالمغارة؟ قصة الصخرة والمغارة يا ابونك الطويل. كمل 13 من عيد السيدي. وبعده مشوار لعند خويل وعلى المحبسي. مشوار على الصخرة ومشوار على المغارة. هاي حياته. كيف رح ينتهي شكل هالصبي الله بيعرف. دخلك اشعد سمعت يا ابونا عن هالعسكر الزنباطي. قال اجت فرقة عبشري اخدت 7-8 وهيك بهالضيع حوالينا. نحن هاون خربونا ننطر الموسم الناطرة وبيجوا مثل الجراد بياكلوا الاخضر واليابس. شو بدك تعمل؟ حاكمك وربك. لكن لابد ما يوم يوعى فيها الجبل المقدس ووعيته تهز الدنيا. هلا يا غزالي بدك تقعدي عقلي وتقيلي وترتاحي. لا تروحي على الخربان. انا رايح صلي.
عندي فكرة حلوة حلوة، بس مش رح قلك اياها. بالاول بدي شاور اخوالي بمحبسة اسحية. كيف هو عايش؟ قعد شي عقلبه الكنيزة والحق، ونحن بحاجة لزنوده، لو منه شو بنعمل؟ صحيح صحيح. قديش قوي وعنده جرد على الشغل، وقديش شاب حاله. شو شوفتك عينيك عم يلمعوا؟ بالظاهر في شي سر يا بنتي، خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا، بعد عنا هالرغيفين. اترك كل شيء واتبعني. خلي العالم وحكمته، نحن نصيبنا الله وحده. كل شيء بالدنيا باطل، الحياة باطلة، الجمال باطل، الملذات باطلة، الله وحده سعادة الإنسان الدائمة. الإنسان العاقل هو اللي ما بيلاقي سراجه فاضي عند ساعة الموت. مريم بنت مني حكينا لك فيه. حلك بقى شو نار؟ شوف سمعان، من جيلك ومن عمرك واليوم عمر. عفايقة بدنا نروح نهنين الليلة. امك وعمك ناطرينا بالبيت. كفت مرشوقة التوتي والحقنا. رب حسن حياتي فمن لك أجل.
شو يا مريم؟ شايفتك مهمومة وملبكة. بضل دايما هربان. شارد ودايما غايب. ما بقدر شوفه إلا صدفة يوم الحد بالكنيسة. شو عملت له؟ كأنه مش ابن عمي. أنت عارفة يا بنتي كيف هو عايش. قعد شي عقلبه الكنيسة والحقل. ونحن بحاجة لزنوده. لو منه شو بنعمل؟ صحيح صحيح. قديش قوي. وعنده جرد على الشغل. وقديش شب حاله. شو؟ شوفتك عينيك عم يلمعوا. الظاهر في شي سر يا بنتي؟ خبريني. شو؟ مبين بعدكم مركبين على الخبز. يلا خلصنا بعد عنا هالغفان. بقيت وتهز الدنيا. هلا يا غزالي بدك تقعدي عقلي وتقيلي وترتاحي. لا تروحي على الخربان. انا رايح صلي. عندي فكرة حلوة حلوة بس مش رح قلك اياها. بالاول بدي شاور اخوالي ما حد تسحية. بتعرف يا خالي شو بيقولوا عنا نحن الحبسة؟ خوتان. بس كلمة ماربولوس قاطعة مثل السيف. إن الجنون حسب العالم هو حكمة عند الله. خلي العالم وحكمته. نحن نصيبنا الله وحده. كل شيء بالدنيا باطل. الحياة باطلة. الجمال باطل. الملذات باطلة. الله وحده سعادة الإنسان الدائمة. الإنسان العاقل هو اللي ما بيلاقي سراجه فاضي عند ساعة الموت. معي بس حلو تكون جاي تترهب. هي غيتي يا معلم إن كان الله بيريد. قلت لي جاي من بقاع كفرة. بقاع كفرة هيدي ضيعة قبال بشري مش هيك؟ قبال بشري والأرز يا معلم. هيدي ضيعة بتطلع رهبان ملاح. ان شاء الله بتصير راهب مليح مثلهم يا ابني. ان شاء الله يا معلم. روح ساعد هالراهب يا ابني تيزر بالبرد.
يا شاب يا شاب تعال ساعدني شوي يا عم المعروف. و139 للخليقة قبل مجيء المسيح ب912 سنة. وإلي لفظة عبرية معناها الرب الإله. صلاته تكون معنا آمين وبارك يا سيد. يوسف مخلوف. شو جاي تطلب يا ابني من رهبنتنا؟ جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. يا ابني حي عندي فكرة حلوة حلوة بس مش رح قلك اياها. بالاول بدي شاور اخوالي ما حبست اسحيا. كيف هو عايش؟ قعد شي عقلبه الكنيسة والحقل. ونحن بحاجة لزنوده لو منه شو منعمل؟ صحيح صحيح. قديش قوي وعنده جرد على الشغل وقديش شاب حاله. شو شو شوفتك عينيك عم يلمعوا بالظاهر في شي سر يا بنتي؟ خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا بعد عنا هالرغيفين. بتعرف يا خالي شو بيقولوا عنا نحن الحبسة؟ خوتان. بس كلمة ماربولوس قاطعة مثل السيف. إن الجنون حسب العالم هو حكمة عند الله. خلي العالم وحكمته
احنا نصيبنا الله وحده. كل شيء بالدنيا باطل، الحياة باطلة، الجمال باطل، الملذات باطلة. الله وحده سعادة الإنسان الدايمة. الإنسان العاقل هو اللي ما بيلاقي سراجه فاضي عند ساعة الموت. طلع التأمل عرفي وعيني، بس الله قال قوم تقوم معك. بدنا نكد لنقدر نعيش وندفع كل الضرايب. حاج رايح لي بالاوهام. فيك تقلي شو باك هالمدي مغير؟ ليه بتلي وجهك بالقلب؟ جاي لي من عند اخوالك عم بيوصلوا لك بعائلتك تتروح على الدايم. هيدي قضيه بقول لك من هلا شيلها من راسك ولا تحلم فيها. مريم بنت مني حكينا لك فيه. حلك بقى شو ناقص؟ شوف سمعان من جيلك ومن عمرك واليوم عمر. عفايقه بدنا نروح نهنين الليله. امك وعمك ناطرينا بالبيت. كفت مرشوقة التوتي والحقن. رب حسن حياتي فمن لك أجزاء. شو يا مريم؟ شايفتك مهمومة وملبكة. بضل دايما هربان، شارد ودايما غايب، ما بقدر شوفه الا صدفة يوم الحد بالكنيسة. شو عملت له؟ كأنه مش ابن عمي. انت عارفة يا بنتي كيف هو عايش، قعد شي عقلبه الكنيسة والحقل، ونحن بحاجة لزنوده لو منه شو بنعمل. صحيح صحيح، قديش قوي وعنده جرد على الشغل، وقديش شاب حاله. شو شوفتك عينيك عم يلمعوا؟ الظاهر في شي سر يا بنتي، خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا بعد عنا هالغفان. خلي العالم وحكمته، احنا نصيبنا الله وحده. كل شيء بالدنيا باطل، الحياة باطلة، الجمال باطل، الملذات باطلة. الله وحده سعادة الإنسان الدايمة. الإنسان العاقل هو اللي ما بيلاقي سراجه فاضي عند ساعة الموت. مريم بنت مني حكينا لك فيه. حلك بقى شو ناقص؟ شوف سمعان من جيلك ومن عمرك واليوم عمر. عفايقه بدنا نروح نهنين الليله. امك وعمك ناطرينا بالبيت. كفت مرشوقة التوتي والحقن. رب حسن حياتي فمن لك اجزاء. شو يا مريم؟ شايفتك مهمومة وملبكة. بضل دايما هربان، شارد ودايما غايب، ما بقدر شوفه الا صدفة يوم الحد بالكنيسة.
شو عملت له؟ كأنه مش ابن عمي. انت عارفة يا بنتي كيف هو عايش، قعد شي عقلبه الكنيسة والحقل، ونحن بحاجة لزنوده، لو منه شو بنعمل؟ صحيح صحيح، قديش قوي وعنده جرد على الشغل، وقديش شاب حاله. شو شوفتك عينيك عم يلمعوا، بالظاهر في شي سر يا بنتي، خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا، بعد عنا هالغفان. روح ساعد هالراهب يا ابني تيزر بالبرات. يا شاب يا شاب، تعال ساعدني شوي يا عم المعروف. الله يجزاك. ومائة وتسع وثلاثين للخليقة قبل مجيء المسيح بتسعمائة واثنتي عشرة سنة، وإلي لفظة عبرية معناها الرب الإله، صلاته تكون معنا آمين وبارك يا سيد. يوسف مخلوف. شو جاي تطلب يا ابني من رهبنتنا؟ جاي اطلب مجد الله وخلاص نفسي. يا ابني حياة الرهبنة صعبة كتير، فيها تعب وسهر وحمل صليب، فيك تتحمل؟ على الصخرة وبالمغارة. واش في يا ابونا على الصخرة وبالمغارة؟ قصة الصخرة والمغارة يا ابونك الطويل، كمل 13 من عيد السيدي، وبعده مشوار لعند اخويل وعلى المحبسي، مشوار على الصخرة ومشوار على المغارة. هاي حياته، كيف رح ينتهي شكلها الصبي الله بيعرف. شو يا مريم؟ شايفتك مهمومة وملبكة. بضل دايما هربان، شارد ودايما غايب، ما بقدر شوفه الا صدفة يوم الحد بالكنيسة. شو عملت له؟ كأنه مش ابن عمي. انت عارفة يا بنتي كيف هو عايش، قعد شي عقلبه الكنيسة والحقل، ونحن بحاجة لزنوده، لو منه شو بنعمل؟ صحيح صحيح، قديش قوي وعنده جرد على الشغل، وقديش شاب حاله. شو شوفتك عينيك عم يلمعوا، بالظاهر في شي سر يا بنتي، خبريني. شو مبين بعدكم مركبين على الخبز؟ يلا خلصنا، بعد عنا هالغفان. وين راحت العنزة؟
وقفت وتهز الدنيا. هلا يا غزالي بدك تقعدي عقلي وتقيلي وترتاحي، لا تروحي على الخربان، انا رايح صلي.